اكتسبت قرية تولسي بولاية تشاتي صغار وسط الهند لقب قرية اليوتيوب بسبب مآثر سكانها في صناعة المحتوى، واشتهرت القرية الهندية بمحتواها عبر الانترنت مع 40 قناة على يوتيوب وحوالي 1000 من سكانها البالغ عددهم 3000 نسمة يشاركون في إنشاء المحتوى. وبحسب مقطع فيديو شهد قرويون وهم يصورون السكان وهم يركبون الجرارات، وكذلك أطفال يتسابقون في الشوارع، بينما يستخدم البعض الآخر طائرات بدون طيار لتصوير اللقطات، ويساعد العديد من السكان المحليين بتأدية بعض الجوانب الفنية من صناعة المحتوى.